سبب وجودنا في هذا المكان ما هو؟ يعني أنا الآن هل من الضروري أن أبقى في هذا المكان؟ هل هذا ضروري؟ يعني هل توجد ضرورة لوجودي أو لا توجد ضرورة؟ هل من الضروري؟ يعني هل هناك غاية أكبر من قول الحقيقة وهي الاستمرار في الوجود؟ يعني الناس اللي تحاول أن تفهم وجودنا المفروض تسألنا لماذا دخلنا في هذا المكان؟ لماذا دخل؟ أولاً أنا من النوع الذي يعني يعرفني كل من يعرفني عن قرب أنه لا يوجد شخص يصر على قول الحقيقة بشكل يظهره بمنظر المتعصب مثلي. قد بعض الناس يقول بأنه أنتم لما تقولون مثل هذه الأشياء تبدو عليكم الانفعالات، يعني يبدو عليكم التأثر بقول الحقيقة، وكأنه يعني أنتم عندما تقولون الكلام تتفاعلون حتى مع الكلام الذي تقولونه، وهذا أمر صحيح. نحن الذين جندنا بسبب ما لدينا، بسبب الوازع الديني لقول الحقيقة، أحيانا قد نتأثر بالكلام الذي نقوله ويسمعه غيرنا. والسبب لأننا لا نجد كلامنا على قارعة الطريق. أنا قلت هذا الكلام سابقا لأحد الأشخاص الذي كان يريد أن يستفزني في قضية. قلت له: أنت لا تشعر بقيمة الكلام الذي تقوله، نحن لا نجد كلامنا على قارعة الطريق، لا نجد كلامنا على قارعة الطريق، نحن نبحث عن الكلام وبعد ذلك نتحدث به، نبحث عنه، يعني نبذل الجهد للتعلم ثم بعد ذلك نطرح الكلام للآخر. لا نجده جاهزا. ولهذا